أهلا بكم في النشرة الرياضية. واصل فريق الحيت تقدمه نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز على الرفاعة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة. ورغم تأخر الحد في النتيجة عبر هدف سجله السوري محمود المواس، إلا أن الحد تمكن من العودة في الشوط الثاني وقلب النتيجة بهدفين عن طريق النيجيري أوروك والمهاجم المتألق محمد درميحي. وبالتالي بات الحد في حاجة لتسع نقاط ليعلن نفسه بطلا للدوري. وفي كلاسيكو الكرة البحرينية الذي جمع بين المحرق والأهلي، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على النتيجة النهائية للقاء، لتتقلص حظوظ المحرق كثيرا في الحفاظ على لقب الدوري بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن الحد ويملك مباراة مؤجلة. أهداف المحرق جاءت عن طريق إسماعيل عبد اللطيف والبرازيلي إلياس، فيما سجل الأهلي سيد مهدي باقر والبرازيلي كلايتون. وفي لقاء آخر تعادل المنامة والملكية بهدف لكل منهما. سجل الملكية أولا عبر سيد رضا عيسى في الدقيقة 39، ثم عادل بويان النتيجة للمنامة في الدقيقة 53. التعادل أبقى المنامة في ذيل الترتيب ب11 نقطة، فيما صعد الملكية للمركز الثامن مؤقتا ب14 نقطة.